تتابعي قناة أنفاس باريس، مرحبا بكم من جديد في طرائف مع السي محمد شروق. السي محمد شروق مرحبا بك. شكرا سي بوستا. الطريف اللي غنسمعوا له الآن متتابعي قناة أنفاس باريس تتعلق بلاعب كبير، لاعب فاز بالكرة الذهبية، لاعب كان صيته كبير سنوات السبعينات، يتعلق الأمر بسي فراس. ياك السي شروق. السي أحمد فراس مول الكرة، عامين ديال المنتخب الوطني اللي فاز بالكره بالكاس الوحيده عام 76، من الطرائف اللي عاش فراس في حياته الكرويه الزاهره، ولكن هذه الطريفه مع شويه المهم كتبين المكانه ديال فراس. كان واحد الماتش في سيدي قاسم، وسيدي قاسم اللي كان معروف في فريق عنده واحد النفوذ وهذا، ولكن القديم عندها علاقه بالنفوذ. كان واحد اللاعب لابس فراس في الماتش، لابسه في الممشى فراس هذا معاه واحد الوقيته بل يعني بعيد على الاكسيون، بعيد ما كاين الاكسيون في الكره وبعيد على الاربيط. هذاك اللاعب ديال سيدي قاسم شدو عطى واحد الكمل الفراس في وجهه، يعني ماشي وسط الكره. وفراس فراس عنده واحد النخوه وهذا، وديك الساعه هو الستار ديال الكره المغربيه، ومرضاش وبقى فيه الحال، وبدا تيبكي وخرج صافي، غادي يغادر الماتش، غادي يخرج. والملعب عامر، الجمهور ديال سيدي قاسم شنو دار؟ رغم المكانه ديال فراس والخطوره ديالو على الفريق ديال سيدي قاسم، فبدا كل الجمهور ديال سيدي قاسم كله وقف وتيغوت، علاش؟ باش فراس ما يخرجش من الملعب. كلشي تيغوت وقف وهذا، كلشي تيغوت، لا فراس ما تخرجش فداك الشيء. وجاو المسيرين ديال سيدي قاسم وديال الشباب واللعابه، وقفت المقابله وفراس خارج. راه فراس شي حاجه كبيره، وفراس كلشي كيطلب اللعابه، حتى اللعابه ديال سيدي قاسم تهما. فشنو وقع؟ هذاك اللعاب خرجوا سيدي قاسم، المدرب ديال سيدي قاسم خرج داك اللاعب ديال اتحاد سيدي قاسم، وفراس كمل المباراه. وهذا تيبين لنا بان نوع الجمهور هذيك الساعه كان تيبغي الفرجه، وتيبغي ان النجم يبقى حاضر في المقابله. يعني واحد الفرق كبير، رغم انه هذاك الجمهور ديال سيدي قاسم تيبان ليه فراس والشباب في العهد الذهبي ديال هذيك الفرقه اللي كانت، وممكن انه يخسر المباراه، ولكن رغم ذلك تشبت فراس مكانه كبيره في القلوب ديال المغاربه. حنا تنهضروا على فراس، علاش فراس ما مشاش شي فريق اخر؟ بقى في الشباب المحمديه. لا فراس باش يعرفوا الناس، وهادشي راه يعني الناس اللي تبعوا في السبعينات، راه الرئيس ديال ريال مدريد والمدرب ديالو جاو حتى للمحمديه في 72، وعرضوا على فراس 2 مليون ديال الدرهم باش يمشي لريال مدريد. وكانت العائله ديالو ما رفضوا باش هذا، واضافه لهذا فراس راه في المحمديه بحال السمكه في البحر. فراس راه ما تيبغيش يغادر المحمديه، وجا واحد العرض اخر كنظن من فالونس ولا هذا، وكان بغاه هو عسيلة، قال لي من 9 ل 11، وعسيلة بغى يمشي ولكن فراس ما بغاش يمشي. وممكن جا واحد العرض او الثاني من الهلال السعودي شيك ابيض ورفض. قصة الاحتراف تاع احمد فارس تشبه القصة مع المرحوم الدورميت. الدورميت هو بقى في البطولة الوطنية من الرجاء مشى الاولمبيك. لا دابا كتشوف دابا السياق التاريخي ديال الكرة، الناس كتبغي تلعب كرة مثبتة بالمدينة ديالها، ما كانش هذا الشيء ديال الاحتراف. وجوج المليون ديال الدرهم في 72، يعني تخيل حتى السعر ديال العقار كيفاش كان، بزاف د الحوايج، يعني الاسعار كانت هابطة بزاف. ملي كتقول 2 مليون ديال الدرهم راه تشري النص ديال المحمدي. شكرا سي شروق، شكرا متتبعي قناة أنفاس باريس، والى طريفة من طرائف كرة القدم المغربية.